هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هي مواضع التكبيرات التي يرفع المسلم يديه فيها بالصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن رفع اليدين مع التكبير في الصلاة سنة، ليس واجبا، فمن فعله فهو أحسن وله في ذلك أجر، ومن تركه فلا إثم عليه وصلاته صحيحة. والمواطن التي وردت الأدلة برفع اليدين فيها مع التكبير في الصلاة هي: أولا مع تكبيرة الإحرام، ثانيا مع تكبيرة الركوع، ثالثا مع قول سمع الله لمن حمد، هذه ثلاثة، والرابع إذا قام من التشهد الأول في الرباعية أو في الثلاثية.